انا واخد لكم الموضوع زي السلم الموسيقي كده. عمر كمال عبد الواحد يعتبر الكلام ده من زمان الاب الروحي بتاعه، الاب الروحي بتاع عمر كمال عبد الواحد علي ماهر، لانهم كانوا موجودين مع بعض في المصري قبل فيوتشر. وعمر كمال عبد الواحد نفسي يعني نفسيته ما بترتاحش غير مع علي ماهر، تحس كده ده الاب الروحي بتاعه. فطبعا الاب الروحي بتاعه مشي، عمر كمال عبد الواحد بدا يتواصل مع الزمالك من كذا يوم، من لما الانباء بتاعه رحيل علي ماهر عن فيوتشر بدا عمر كمال يتواصل مع الزمالك. في الزمالك عاوزين عمر كمال عبد الواحد، وشايفين ان اللعيب ده اصلا بتاعنا، وهو فعلا عمر كمال عبد الواحد بتاعنا، لولا اللجنه بتاعت الكابتن حسين لبيب انها ما قدرتش تحتفظ باللاعب وتمضيه على عقود وتعمل عقد ثلاثي ما بين الزمالك وفيوتشر، بحيث ان بعدها يرجع عمر كمال عبد الواحد للزمالك غصبا ورغما عن فيوتشر. فالزمالك عاوز عمر، وعمر دلوقتي عاوز الزمالك. عمر كمال عنده 3 عروض من ضمنهم الاهلي، ولكن اللاعب مش عاوز يروح الاهلي. ليه؟ لانه شايف ان مركزه فيه اكتر من لعيب، محمد هاني فايق واكرم توفيق راجع وكريم فؤاد، يقول لك دول فايقين فانا هروح. انما في الزمالك اقدر العب على المسلوسي واقدر العب على احمد عيد. فعمر كمال عبد الواحد بدا يحصل اتصالات مكثفه ما بين الزمالك وما بين عمر كمال عبد الواحد. في لعيب تاني في اتصالات معاه مكثفه عن طريق احمد يحيى الوكيل، اللي الزمالك لغايه دلوقتي مش عاوز يطرده من النادي، رغم ان احمد يحيى ويحيى علي دول افسدوا نادي الزمالك، صفوا فرقه نادي الزمالك، وانا كل يوم اتكلم على الموضوع ده. ولكن في نادي الزمالك مش عارف ايه السر في الاحتفاظ بهذا الثنائي الخائن لجماهير نادي الزمالك. احمد يحيى هو وكيل ناصر ماهر، والكلام ده انا قلته لكم من 2 لايف فاتوا. احمد يحيى عاوز يصالح جمهور الزمالك بناصر ماهر، ولكن انا بقول لاحمد يحيى خد ناصر ماهر وامشي، انتوا الاثنين مش عاوزينكم. ولو ناصر ماهر هيجي من وشك، مش عاوزين من وشك ولا عاوزين من خلقتك حاجه يا احمد يا يحيى. والله لو هتجيب لي كريستيانو رونالدو، والله ما عايزه من وشك ولا عاوزين من خلقتك حاجة، انت والتاني اللي اسمه يحيى علي والتالت بتاعه محمد زيدان اللي دمرته نادي الزمالك. يا بتوع سامسون، يا بتوع سامسون، ها؟ ف فيوتشر طالب في عمر كمال عبد الواحد 40 مليون، وطالب في ناصر ماهر 40 مليون. حلو؟ حلو. او 50 مليون للاثنين زائد 4 لعيبة اعارة سنتين، مش سنة واحدة، لا سنتين. دي طلبات فيوتشر عايز في اللعيب الواحد 40 مليون. لو هتاخد الاثنين 80 مليون، ده فلوس بس. طب لو فلوس ولعيبة اعارات يبقى 50 مليون في الاثنين، وهاخد من عندك 4 لعيبة اعارات. الزمالك مش هيبدا يفكر في الجو ده كله، ولا هيبدا يفكر في الصفقات الجديده، ودي معلومه من داخل نادي الزمالك، الا لما يسدد الغرامه بتاعه لشبونة ويسدد الغرامه بتاعه اتشيمبونج ويرفع القيد ويبقى معاه فلوس. ساعتها في الحاله دي الزمالك يبدا يدخل في صفقات جديده. فدي قصه عمر كمال عبد الواحد وناصر ماهر مع نادي الزمالك، والقصة والحكاية والرواية. بما اننا بنتكلم على الصفقات، تعالى اديك مفاجأة تاني وانفراد تاني. باهر المحمدي تواصل منذ ساعات مع احمد حسام ميدو، وابلغه برغبته في الرحيل عن الاسماعيلي والانضمام لنادي الزمالك. باهر المحمدي هو بيتكلم مع ميدو، قال له انا عندي 3 عروض، عندي عرض من الاهلي، وعندي عرض من المصري، عندي عرض من المصري، وعندي عرض من بيراميدز. عنده 3 عروض، اهلي، مصري، بيراميدز. باهر تواصل مع ميدو لان ميدو لما كان ماسك الزمالك
المعلومة دي ناس كتيرة من حضراتكم ما يعرفوهاش. ميدو لما كان ماسك الزمالك هو اللي طلع باهر المحمدي من ناشئين نادي الزمالك، كان لسه صغير ولعب مع ميدو فترة من الفترات، فعلاقتهم ببعض كويسة، زائد ان ميدو لسه كان بيدرب الاسماعيلي، فبرضو القصة في تواصل ما بين اللعيب واحمد حسام ميدو. فباهر كلمه قال له حاولوا تخلصوني من الاسماعيلي، والاسماعيلي مش المعلومة بقى اللي عندي، الاسماعيلي مش هيرفض بيع باهر المحمدي لنادي الزمالك. ليه؟ لان الاسماعيلي محتاج فلوس، والاسماعيلي لو قلت له بيع اي حد هيبيعه. فلو الزمالك يقدر يخلص باهر، باهر محمدي لعيب كويس بيلعب في اكتر من مركز، وكمان عبد الرحمن مجدي لعيب كويس قوي، بس عبد الرحمن مجدي عاوز مدرب يصنفره كده ويلمعه. فده بالنسبه لباهر المحمدي اللي تواصل مع ميدو عشان يعني يلعب في نادي الزمالك. طيب تعالوا ندخل على فتوح. في كلام طلع من صحفيين امبارح ان فتوح رجل اعمال، اعتقد اسلام صادق اللي قال المعلومه دي، ان في رجل اعمال تواصل مع شيكابالا وقام بسداد المستحقات المتاخره لاحمد ابو الفتوح، وليس تجديد. احمد فتوح لم يجدد حتى الان للزمالك، ولكن كل اللي حصل اني رجل اعمال شيكابالا تواصل معاه عشان تبقى دي الخطوه الاولى لتجديد فتوح. اللعيب كان طالب عايز مستحقاتي القديمه ونبدا بقى نتكلم في الجديد. ففي رجل اعمال زي ما اسلام صادق قال تواصل مع شيكابالا وادى فتوح المستحقات القديمه بتاعته. لما سالت في الموضوع ده جالي اجابه محدده، ومش هيطلع الحقيقه عن حاجتين. الحاجه الاولى ان بالفعل رجل اعمال تواصل ودفع مستحقات فتوح القديمه، ولكن بين قوسين بقى هي دي المهمه اللي محدش قالها لكم اللي بتسمعوها هنا بس، ولكن على سبيل السلف. يعني مش رجل اعمال كده جه وراح مطلع الفلوس واداها لفتوح واخد بعضه وروح، لا، ده يعتبر سلف نادي الزمالك او دفعهم بشكل مؤقت لغايه ما الزمالك يجيله فلوس ويردها. دي المعلومه اللي جت، دي المعلومه اللي جت. طب فتوح الزمالك هيبدا يتكلم معاه بعد البطوله العربيه، بعد ما يرجعوا من السعوديه الزمالك هيدخل في مفاوضات مكثفه مع فتوح، ولغايه دلوقتي الزمالك ما عادش مع فتوح. اي كلام بيتقال عن تجديد فتوح او ان الزمالك قعد مع فتوح، الكلام ده ما حصلش، لان فتوح كان رافض انه يقعد مع اي حد الا لما ياخد المستحقات القديمه بتاعته. قال لهم ادوني القديم نقعد مع بعض، وبالفعل تم تحويل الفلوس من رجل اعمال على سبيل السلف، لان مفيش رجال اعمال بيساعدوا الزمالك خالص. اذا صحت هذه المعلومه، اذا صحت معلومه اسلام صادق وليست معلومتي، اذا صحت فهي على سبيل السلف وليست على سبيل التبرع. مفيش رجل اعمال زملكاوي بيتبرع لنادي الزمالك. ففتوح هيقعد مع الزمالك بعد البطوله العربيه، هيقعد معاه امير مرتضى واحمد حسام ميدو، هيقعدوا معاه جلسه اولى. الجلسه الثانيه هتكون مع المستشار مرتضى منصور، اللي هي جلسه الحسم، اللي هي جلسه الحسم. وفتوح باقي في نادي الزمالك، فتوح مش عاوز يروح الاهلي بالمناسبه، فتوح مش عاوز يروح الاهلي. ومش عشان امام عاشور راح الدنمارك وبعدين راح على الاهلي يبقى فتوح راح الاهلي وزيزو راح الاهلي، دي كلها حرب معنويه على جمهور الزمالك، بيعملوا عليكم ستريس، بيعملوا عليكم ضغط عصبي. وانا جاي لكم دلوقتي لاشاعه بتاعه حرمان الزمالك من المشاركه في الكونفدراليه، انا جاي لك ليها دلوقتي، دي كلها حرب اعصاب عليكم، حرب اعصاب عليكم. فدي قصه فتوح، وده الموعد اللي فتوح هيجدد فيه مع نادي الزمالك بعد البطوله العربيه.
حلو حلو. طيب